عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، يا مرحبا سالم. حياك يا حمد، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. بخير، شي علوم ماشي ابدا، ما تخبر بشيء مرة. عسى بالخير، نصوكم ماشي، ماشي اخبار ان شاء الله. خير ولله الحمد، حياكم الله. يا مرحبا سالم، تفضل تفضل سالم. بنشارك شعار الاخوة بقصيدة نصيحة لاخوان السائقين سيارات. شارك هي، تفضل سالم تفضل. يقول: بديت اكتب شعر وانشد، من خاطري والرب يشهد، لخالق الدنيا ويعلم، بأسرار ما يعلم بها حد. حد يسمع دعاء العبد لي كان، يدعوه لو ما باح بالسد، وانا من المعبود اطلب توفيق في ذا القول والعد، على كلام ورمس تتفيد والناس تفهم من هالقصد. موضوعها عن ذي السيائير اللي بلاهن عندنا يعد، اكبر خطر في بلادنا اليوم، باسباب النشراف تنفد، يا كم واحد طالع بخير صوب الاهل والبيت ما رد. يا كم واحد طالع بخير صوب الاهل والبيت ما رد، قالوا جرى له حادث ومات، ترك الاهالي وضع انشد، روح من الدنيا في لحظات اللي ما درابه عنه ينشد. ويقول: ما لي لا رفلان، ما لا ذكر في الدار يوجد، لأن جرى له شيء نسري، حد درى ولا درى حد، واللي جرى له حادث وعاش ظل في تعب والحيل منهد. أصبح يقاسي كسور وجروح في الراس والساقين واليد، ويا المستمع أرجوك تسمع كلمة نصيحة من لكم ود. لا تتبع الشيطان يرميك في الشر واخر عنك يشرد، صح القدر ما عنه محال وعن الذي مكتوب لابد. لابد لكن واجب تاخذ احذار وعن الخطر والشر تبعد، موضوع حق السير قانون ويل التجاوز والمشي حد. امشي حسب ما كان مكتوب بعد المكرر لا تزيد، وان كنت صار وكظك النوم اصفط على اليمين ورقد. ورقد يا وان كنت صار وكظك النوم اصفط على اليمين ورقد، لو كان بعض الوقت اخرت لا شك لك بيكون افود. تابع مسيرك بعد راحات، خليك نشيط وكون معتد، عساك من الاخطار تسلم وحق الاهل بالعافيه ترد. عساك من الاخطار تسلم وحق الاهل بالعافيه ترد، هذا وعذر الشاعر ان كان عنده خطا في القول يوجد، والخاتمه صل ويا عربان على نبي الله محمد. الله، مرحبا مرحبا سالم.